رئيس الوزراء كحجين كحكومة فدرالية الصومالية مدني مهدي محمد جوليد قدر أيامان تفرأ قن سويدار سيكوسابسان قبل اسمه كسياسة لجوه مرين يوم ملك جودة دجانكا رئيس الوزراء كحجين كأيام مناسبة فريتان كقن سويدار سجا كشيعي إن أي مهم تهاي سمين تها قبل اسمه كسياسة لجوه مرين يوم ملك جودة دجانكا مدام دجانكا يوم بي أدوه أي مهم يهين أن الله شبل شدا أقول سويدار سجن وصعنا يمدوس ده عشاء أي واحد كسوق بقالي وزير ده دجان كدولة جبل ديدا يو أقسمها دجان كحفيز كرئيس الوزراء الصومالية وزير كدجان كقل مدوك هو يسق وجبت كهلا يا واحد وشجعي إن أي مهم تهاي إن لا إلى ليه بي أذا إسلام أركانا وقف ولي بمسؤول كي هاي إنه إلى ليه دجان ك إن وزارة دينا يكapacity وزارة وإلها هاي نسيب وانا كأننا قاعدة وحن مرينا إن عن سب أوفيس سب فرنو وقال كعيو كلا سب أوفيس عن كفرنو ورينا عددا أول هاي إن حفيس إن مين أوفيس كان وحن كلنا هاي هذا دوس مرهب إن أنا وكفى إذا سنة إن مشروع بروسكول UNDP هي هذا قارئ فن كسبحين وحن سمينا نارسري فام أما ان ميل لو حنانه ديرتا الا 5000 او جيد او لبا دفعادود اه 2500 مره الا 2500 مره ايان بيرني كبعدنا وان ديستريبيوت كرينا هدا دفعتي افراد بان مرينا ان وحن امين سنهي رنتي ان هاي 5000 او جيد كلي ايسو كفيلين وزير كديغانكا كونفور غلبيت سوماليا او اسغو دنكيسا هادلا كوبان كجيديي غوبتا يا تباحي إن هر أمرينتا مامولكا قودة ديگانكو أي مهيمو تهي بلشادة سوماليهد وحا لجرايا نحوشي با لجرايا نحوشي مركا لجرا وحا لفينتي لبكا يكناحي سواتي هاد أكال ديسي تهيدا كالو حا جرتا ينوسقين تا ديگانك وحا ومدي نقشنكي وحولي بحا لغوصو طورا سوقيا دا أما معناها ديگانا دا أما ميلا كواسو هادنا إن داتكي أنا نفهسنين إن كمبني يوحي أبا قادة أو إن لوسم أي وهذا أيق نفطر كودي تو برن وحال لها مركا إن وست مانجمنت مركا لسه مين وحاله بهاي هيدا تو برن وهنجرينا يوحس قشن كل قادميش اللي هو شوي يو لان فينا لها تو إن حال لها نظام ذي صح لها إن لمر رئيس الوزراء كحجين كحكومة فدرال كصومالي يا مهدي محمد جوليد قدر ويسقو مضاش كهالي أي وحى وشجعي إن أقوان سويدار سيغانيه ومهيمو يهي قابل سميت كهمامو كقودة ديغانكا ديغانكا إيا بيا أدا إيا إميلادو واشريتانكا ومضايد إيا دل ماانتا أدونكا هالكا إيكا تاغيه دونيدو ماانتا واحي كعبانيسا إنقونا هادين صوماليا نهي لباتدو أقوين إنقو هيا إسبادلك إميلادا أدونكا واحي إنقو هيا النبات قوركا واحي إنقو هيا حالو فين تقريرتا إيا كايميهي أولا حالو فينيو oo dhuxu loo shiday si tamar ay ugu yaraan ka helaan qoysasku ka darana hadana inta la xaalufiyo oo dhirti bilicda iyo wanaaga keenaysay roobka keenaysay la jaro la dhoofinayo wadamada dibadda loo dhoofinayo marka hadii aynaan u soo wada jeedsano gacmaha aynaan isqaban deegaanka iyo bii'ada hagaajintooda dalkan dhibaatooyin waaweyn ayaa soo wajihi doona waa ogtihiin Soomaaliya dad sadon sanadood ka hor inteenii ku kortay sida ay ahaan jirtay xilliyada guga xilliyada kala xataa dhirtu ahaan jirtay iyo maanta xaalufinta ku socota dabargoynta ku socota duur joogtiyo haa jirtay ama dagaalada riiq dheeraaday sabab aan u noqdaan ama deegaanka isbedelay dhirtii ay ku gaban lahaayeen oo la jarayo dhuxul loo bedelay aan u noqdaan waxyaabahaas oo dhami waxa ay dhibaato ku keenayaan deegaanka markay dhibaato ku keenaan noloshii reer miyigu deegaanka ku noolaan lahaayeen ama beerileedu ayay saameyn ku yeelanayaan markay taas saameyn ku yeeshaan oo meel ay calaf ka helaan nolol laga helo waayeen magaalooyinka baa la isugu soo wada shubmaya waxa maanta dunida ka jira wax loo yaqaan oo inagana saameyn weyn nagu leh qaxoontiga ay isbedelka cimiladu keenay ama climate change refugees waxay ku yeeraahdaan afka qolad salaad maxamed salaad soomaali som news tv muqdisho